لسه مكملين في موضوع حلقتنا ازاي ممكن نتغلب على البانيك اتاكس او الاحساس بنوبات الهلع والخوف اللي بيجي لنا، وازاي ممكن، دي حاجه انا اول مره اسمع عنها، نعالج ده بذكاء وجداني. ضيفنا هو الاستاذ ياسر شاكر، لايف كوتش ومحاضر في علم النفس. مساء الخير. اهلا اهلا، زي الصحه، مبسوطه ان انا معاك. جدا نورنا زي دايما. ياسر، انا اصلا في الانترو قلت انا اصلا كنت مريضه بانيك اتاك. yes. جدا اتاكس، ورحت المستشفى كذا مره وتعالجت وبتاع، وكان بسبب الثوره والمكان اللي كنت عايشه فيه كان دايما فيه مشاكل ومهندسين بهدلت في الثوره. المهم يعني، ف ازاي ممكن نتعامل مع الخوف، وهو ايه الروشتة اللي ممكن اهدي بيها نفسي وانظم نفسي، ويعني خدنا بقى انت في الموضوع بشكل اعمق بشكل علمي يعني شويه. هو المشاعر باللغه اللاتينيه اسمها ايموفر. ايموفر يعني يحرك باللاتيني. وايموفر لما تترجميها للاتيني للانجليزي اسمها ايموشن. سو ايموفر يحرك، ايموشن، فالشيء الذي يحرك الانسان هو الايموشن مش العقل. العقل ده بيصدق على الايموشن، اشتغل ولا ما اشتغلش. المخ بتاعنا مبني على ان السيركت، في سيركت اسرع من السيركت، السيركت بتاعت الايموشنز اللي هي بتصدق الايموشنز اسرع بكتير من من اللوجيك، من العقل. أوكي. فلو في حاجه بعتها لك بسرعه للمشاعر بتاعتك، هو انت هتصدقيها وتشتغلي بيها قبل عقلك، وبعدين بعد ما المشاعر تشتغل عقلك يرجع لك يقول لك انت افوره دي ارجعي. هو ده بالظبط اللي بيحصل. يعني عشان نقدمها كده للساده المشاهدين بمنتهى البساطه، واحد عداء زي مايكل بولت كده مثلا بيجري بسرعه جدا، واحد تاني بيجري بس اخف منه شويه. الاسرع هو بولت، هو المشاعر، ولكن بيخلص ال 100 متر مثلا في 8 ثواني، التاني بيخلصها في 11 ثانيه. ففي فرق ثانيتين. اللوجيك، العقل اللي هو الكورتيك برين، هو بيتاخر سن عن الايموشنز. بس ده من بره الموضوع. طب ايه بقى القصه دي؟ قصه ان اي حاجه بتحركك هي مشاعر. في المشاعر زي ما درسنا ان هي مقسومه لشجرتين، شجره بين وشجره بلاجر، وكلنا وايرد للافويد بين. يعني اللي بيحرك الانسان اكتر يجي الشغل مش يجي الشغل، يخاف يعمل يعني مش عارف ايه، هو البين. والبين ده طبعا مش البين نفسه اللي بيحركنا، ان انا عايز اتجنب البين، اتفادى الالم. يعني انت بتروحي الشغل كل يوم الصبح الساعه 9 مش عشان حبا في الشغل، علشان ما تتجازيش، مش عايز اسمع لي كلمتين مثلا من مديرك مثلا. بتقعدي اكتر شويه مش عشان الكاستمر هيبقى مبسوط منك لما تقولي لا، عشان المانجر بتاعك ما يزنش عليكي، علشان البونص ما يروحش. فطبعا اتس افويد بين اند بليجر. فأي حاجة بنعملها بنربي ولادنا علشان افويد بين ما يطلعوش وحشين، وكمان علشان ربنا يكرمنا فيهم. فأي حاجة بنعملها هي ماسكة الشجرتين دول. طب أنا ليه بقول الشجرتين دول أهم اتنين في الايموشنز؟ لأن لو في واحدة فيهم اللي هي الافويد بين أو تجنب الألم بتزيد قوي، هي اللي بتصاحب الحاجة بقى البانيك أتاك. إن إحنا دلوقتي رابطين المشكلة اللي تجيلي بأعلى ليفل من المشاعر السلبية. أو احنا مفيش حاجة اسمها مشاعر سلبية، المشاعر التعليمية. فلو أنا مثلا شفت حاجة حصلت لي، فعلى طول بربطها بأنهي شجرة؟ شجرة الأفويد بين على طول. والشجرة دي يا فندم بقى فيها حاجة عالية جدا وحاجة واطية جدا. العالي جدا هو أعلى حاجة في النيجاتيف ايموشنز كفيرب، اللي هو يعني بلغتنا هقول لك ايه، جبت سقف الموضوع. بالظبط، اللي هو ايه، خوف، ترر، رعب، مش عارف ايه. وتحت خالص هي ايه، قلقان، مش مبسوط، مش مرتاح للقرار، خايف. فمشكلتنا في المشاعر زي ما حضرتك قلت، ان ما اتعلمناش، ما تربناش في المدارس بتاعتنا على المشاعر ولا في بيوتنا على فكره. فاي حاجه خايف تحك تقوم ضرايح على طول للشجره اللي هي الافويد بين، ورايحه لاعلى حاجه فيها، انا مرعوبه. مين وايل ان الموضوع مش مرعوبه، انا قلقانه. فاول حاجه اتعلمنا في يعني الذكاء الوجداني، ان انا اول حاجه اعرف هو انا في السكيل ده انا فين، انا فوق خالص ولا تحت. لان دي لوحدها، لو انا قلقانه في بيحصل ايه في المخ، في حاجه اسمها الخطف العقلي او ايموشنال هايجاك، ان الايموشنز بتخطف اللوجيك وتقول له يا لوجيك على اذنك كده، الادرينالين بيشتغل وبيقول لك انا بقى مسؤول عنك دلوقتي. فدي بيسموها ايموشنال هايجاك، ودي اللحظه اللي بيستفرد بيها الايموشنز، اللي بيستفرد بيها ويخلي كل حاجه سودا واوفر في وشك، وهنا بيحصل البانيك اتاك. في اللحظه اللقطه دي الخبطه دي هو يحصل البانيك اتاك. طب هنا معلش، اكسكيوز مي ياسر، في حاجه مهمه جدا. احنا في اول بدايه كلامك قلت ان المشاعر او الايموشنز او المومنت اسرع بشويه من اللوجيك.
يعني هي اللي هتسبق دايما. فده هيعمل لي نوع من الإعاقة في ان انا اقدر اتعامل مع الحاجة وحجمها بحجمها الطبيعي. ما عشان كده انا قصدت في اول حلقه اقول ان مش عايزين ايه نقول انا متضايق انا قرفانه مش عارف ايه. لا انا ما ده كل الناس ماشيه تقول انا عندي اكتئاب مثلا. اكتئاب ده عالي قوي. بس مين اللي قال انه ده انا اكتئاب؟ مش مبسوط بالظبط. انا مش يعني لازم في الذكاء الوجداني في حاجه اسمها ايموشن ليترسي، محو اميه المشاعر. فلازم نبقى نوصف الشعور السلبي او التعليمي بدرجته المظبوطه عشان اتعامل معاه بدرجته المظبوطه. اوكي. عشان ما افورش. طب اقدر ازاي وانا مشاعري بتسبق عقلي؟ هقولها حالا. طيب مبدئيا انا لازم انزل من ماينس 10 اللي هو العالي قوي ده لماينس على الاقل 7 او 6 تحت. أيوة. شويه. ازاي؟ ليه التكنيك؟ ثلاث كلمات. اهلا وسهلا خير احكي لي هنعمل ايه. هم ثلاث كلمات. حلو قوي. ان شاء الله بكره معانا. احكي لي هنعمل ايه. اهلا وسهلا خير احكي لي هنعمل ايه. هقولهم حالا. انا بس عايز اربط ما بين البانيك اتاك، لان كلنا او معظم الناس عندها بانيك اتاك. البانيك اتاك ده شيء يعتبر مرضي، ولكن مرضي مش عضوي، هو بيسموه مرضي نفسي. بس محتاج دكتور. لازم تروح للدكتور. خلاص. الدكتور عامه بيقول لك ايه، بيكشف لك على القلب والضغط ويقول لك انت ازاي الفوند سليمه، ريحي لك شويه او اقعدي مع كوتش. كويس. فالبانيك اتاك ده بيصاحبه ايه، ان الايموشنز بتاعتك لما بتزيد وتتسرع بيخبط في القلب جامد جدا. القلب عايز يبوش، الادرينالين بيخلي القلب عايز يبوش دم ويوصل اكسجين في كل حته، فتلاقي نفسك بقى انت متافوره، القلب بتاعك عرقان مش عارف ايه. هو ده التفسير العلمي للبانيك اتاك. خلاص. حله ايه بقى؟ خلاص. حله مبدئيا اللي هو حبايه البليسيبو، اللي هو ايه، الدكاتره بيدوا حبه، الدكتور النفسي بيدي حبايه، حبه بقى ايه، مهدئ، حبه مش عارف ايه، وغالبا ده يكون بلاسيبو افكت. يعني لو بتشوفي الكونتنت بتاع الحبايه دي ولا بالظبط، فهو حلها انت تعمل ايحاء لنفسك، انت تقول لنفسك ان في وصفه سحريه بشربها. اوكي. الجنزبيل على البطاطس على المش وريفر، لان هو كله ايحاء. بس يعني ايه، هو الشيخ البعيد سره باتع يعني. لا طبعا. بس هو احيانا بيبقى فعلا المهدئ ضروري. الدكتور بيكتبه حقيقي. بتبقى أنا فعلا في كيسز بجد محتاجه الدواء اللي بجد. انا بتكلم على الجنرال سبيكينج، يعني انا بتكلم على الماجوريتي. انا بتكلم في حاجه اسمها بيل كيرف. البيل كيرف هنا في 20% جامدين، 20% وحشين، وفي 60% هم الكتله الرئيسيه. فانا بتكلم على 60%. بس البلاسيبو افكت هو عباره عن ايه، هو الحبايه اللي الدكتور بيديها لك. وانا ننصح ان انت تروح للدكتور لو انت عندك بانيك اتاك عالي. احنا من ايه 60%؟ لو انت عندك بانيك اتاك من هو 20% اللي هم ايه، لازم يروح الدكتور. احنا بنتكلم على 60% من الناس. لازم تعمل خطوه، ثلاث خطوات. اهلا وسهلا خير احكي لي هنعمل ايه. تعالى نتكلم عن الخوف. اوكي. واحد مثلا عنده محاضره، ده لما يجي لي بانيك اتاك. لما يجي لي البانيك اتاك. هو البانيك اتاك مبني على حاجه اسمها السي بي تي او الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي، اللي هو ايه، مخك بيبيع لي يعني عقلك يعني عامه، سواء الايموشنال او اللوجيك، بيبيع لك فكرة. الوهم. خلاص. لو انا بعت لك وهم او انا فرحتك قلت لك تخيلي احسن يوم في حياتك ورحت البيتش ومش عارف ايه والسمر، ايه المشاعر اللي هتيجي دلوقتي او ايه الستوريز اللي هتحصل؟ لما كنت باخد تان مع اصحابي وسهرنا ومش عارف ايه. طب ايه الاكشن او الاتيتيود او الفيزيكال رياكشن اللي هيحصل؟ هتضحكي وهتبقي ايزي ومش عارف ايه. هو دون حاجه اسمها السي بي تي او ثينك فيل اكت. ثينك فيل اكت. فلو انت عايزه تطلعي نفسك من البانيك اتاك، يو نيد تو ثينك اوف سمثينج جود. ومش عايز اقول بوزيتيف، ولكن ايه، حاول مانج. بالظبط. اروح البحر. الموضوع دون اخر مره كنت في الحته الفلانيه او جالي بانيك اتاك، عملت 1 2 3 4 وعديت منه. فاول ما تقولي لنفسك عديت منه، يعني اللي هو ايه، خلاص دون، بلبسها لعقلي. بتبيعيها لعقلك. اوتوماتيك العقل يقول لك فعلا تمام. وساعتها العقل سوف يرسل سيجنالز. السيجنالز دي هتدور على الايموشنز المرتبطه بهذه الافكار ويبتدي يعمل لها ريليس، اكنه مفتاح كده. والايموشنز دي الكيميكالز تبتدي تطلع في جسمك، وايه، وتقولي لنفسك ام اوكي ناو. اشرح تاني. معلش ترجمه. لا ترجمه. اشرح تاني. العقل، انا لما بقول لنفسي فكره حلوه بفكر فيها، بتبعت لي اشارات لجسمي كله، بتدور على مراكز المشاعر الحلوه دي فين. يس. وبتركز عليها هو هي في كل جسمك. ماشي. بس ياسر معلش انا اسفه لازم اقطعك، بما اني كنت مريضه بانيك اتاك، هو اصلا في اللحظه دي انت مخك بيقف بتتشل. هي دي الايموشن هايجاك. انت ما بتبقاش حاسس باي حاجه غير ان قلبك هيخرج من مكانه
وبتفضل تتخض تتخض. فيعني لسه كنت بقول للناس هو ما اعرفش ازاي، بس هو اهم حاجه ان احنا بنهدي نفسنا وننظم نفسنا. ممكن افكر في حاجه كويسه بعدين، ما هو بس في ساعتها صعب قوي ان انا مثلا في عز البانيك اتاك اروح مفكره لما كنت على البحر كنت لا لا مش قصدي، لا على فكره انا اسفه انا مش بس هي انا مش بكلمك قصدي يعني، بس انا مش قصدي هنا في ساعتها. أيوة لما تكون على البحر مش عارف ايه. هنا لازم يكون في حاجه اسمها دوميننت فاكتور، يعني في حد هيسيطر عليك خلاص، سواء الحاجه كويسه الجود ثينج او الباد ثينج. يا اما هتسيبي لنفسك الباد ثينج او النيجاتيف ثوتس بقى هتقعد تشتغل عليكي وانا هموت وانا مش عارف ايه، ولو مت في الطريق لوحدي وهترمي لوحدي ومش عارف ايه كسر دي كلها زي ما كنت يعني هكمل عليكي بتطلع النيجاتيف ايموشنز، فبتتملك منك وبتوديك في النيجاتيف ايموشنز بتعلي لك اكتر النيجاتيف اتيتيود والبيهيفيرز اللي جواكي، فبتبتدي تخليكي الهارت بيتس تزيد يعني فالسكه دي هتوديك الهارت اتاك حتما حتما او حادثه. كويس. الفكره الثانيه في حد كنترول واحد اللي هو ايه، لا انا هعدي المرحله دي. انا هنا مش بتكلم على افتكر اخر مره كنت في البحر مش عارف ايه، لا ده بعدين. أيوة. انا بتكلم على بيسموها الالفا ميل اتيتيود اللي هو ايه، لا اظبط انا قادر تسيطري انت على الوقت. عارفه هي الكلمه دي ام ان كنترول، انا لا صح هي مش هي مش هتيجي المره هي اللي هو يعني يا جماعه لما بتيجي بنقعد نقول ايه هتروح انا هبقى كويسه بالظبط. دلوقتي هو هنا اللقطه بس مش بالهداوه قوي كده بس هي اللقطه لان ليلى انت بتجيلك هي اصلا في ساعتها انت بتبقي عايزه تقنعي، انت طبعا نفسك كده تروح. لا انا ابتديت تعمل لي كريز الضحك، يعني جزء من من العلاج لما بتجيلي افتكر فيلم ذا ماسك، فاكره لما كان قلبه بيعمل كده فافتكر جيم كاري عارفه اروح حاطه ايدي هنا وتجيلي كريزه ضحك. دي جود ثوت مثلا بس هي دي غير دي هنا في عز الاتاك نفسه انت لازم تدي لنفسك سنجل ايديا ام ان كنترول، الموضوع دون انا هتغلب عليه، الموضوع دون مش هو اللي هيكسبني. هي الفكره دي ركز على الفكره. عارفه تكوني في عز محنه وما عندكيش غير صوت واحد بس اللي جواكي، هو بيسموها الدوميننت الفا ميل فويس خلاص، الفا ميل اللي هو الشخص اللي جواكي الجامد، هو يقول لك لا انا هعدي الصوت ده، انا هعدي المرحله دي، انا هشتغل على الكام ثانيه الجايين دول. الصوت ده لو مش موجود صدقيني انت هتتفسحي تماما. فاحنا بنتكلم ساعتها في عز البانيك اتاك يو نيد تو ليسن تو اونلي وان فويس اللي هو الدوميننت فويس خلاص. دي اللقطه اللي انت فيها بتخرجي من السلكة كل يوم كده بقلب الوضع. أيوة بقلب الوضع من هو يمسكك خلاص، لو هو مسكك هيوديك في حته تانية خالص لحد ما تقولي لا ام كنترول. صح. وانس قلتي ان كنترول بتقولي لنفسك حاجه واحده بس، اوكي انا امتى اخر مره تغلبت على الـ واكيد انت كنت قبلها تغلبتي عليها طبعا، عملت ايه وظبطت ايه. فانت كده وعلى فكره صح، انا كل المرات اللي ما حاولتش اسيطر على الموقف كانت بتنتهي في الطوارئ في مستشفى. yes, فهو انا yes. انا فعلا بقيت بسيطر عليه. it's again thoughts خلاص. والthoughts دي يعني بتبتدي تعمل ايه، بتريليز بقى بتقول لك انا اخر مره كنترول الموضوع ده حصل ايه، حصل ان انا عملت كذا، وحصل ان انا رحت بيتي وقعدت مع ولادي ومش عارف ايه، وحصل كذا وحصل كذا. الافكار دي اللي هي البوزيتيف ثوتس بتتريجر او بترجع او بتطلع من جواكي البوزيتيف ايموشنز، والبوزيتيف ايموشنز بتبعت سيجنالز للجسم بتاعك اهدى يا ادرينالين ارجع انت دلوقتي احنا وي ويل مانج ات. العقل بتاعك بيقول لك ايه بقى، اتنفسي بقى والكلام الحلو ده. طب هسالك سؤال وبرده كوريكت مي اف ام رونج، ينفع في اللحظه لان انا عملتها ما اعرفش نفعت معايا ما اعرفش تنفع مع كل الناس ولا، ينفع في اللحظه دي بدل ما اقعد افكر في حاجات قديمه كانت بتبسطني ممكن ابتدي اتعامل على انها راحت خلاص، فابتدي اتحرك على اني ادور على حاجه كوميدي في التلفزيون او اقرر اني عايزه اعمل. كلنا مختلفين في الاستراتيجيز اللي احنا بنهدي بينا نفسنا. انت بتعمل حاجه اسمها ديستراكشن وده مطلوب جدا جدا نفسي في أي حاجة بقى العلم اثبته جدا جدا. هي كل اللقطه فين بس عشان نريح كل المشاهدين، اللوب ماشيه اهي، انا عايز اعمل اي حاجه اوقف اللوب. سواء بقى انا كنترولت، انا شخص بحب كنترول ماي ايموشنز، مش كنترول بطريقه وحشه يعني، بس بحب امانج اليد ماي ايموشنز. سيادتك وسيادتك بتحبي تفتكري حاجه، المهم اللوب اللي الدايره دي انت تكملش ما تكملش، بس عشان بس الشاده المشاهدين يعرفوا اللقطه فين، الدايره دي ما تكملش، لو كملت هتزيد وهتبقى زوبعه كبيره جدا، لما تكسريها خلاص هتديزولف.
طب انت قلت حاجه مهمه قوي يا ياسر، الثلاث كلمات مش عايزه طبعا لا ده لازم هنقولهم، بس انت قلت حاجه برضو مهمه عشان ما ننساهاش، انه في 20% مثلا بيروحوا للدكتور وفي 60% بيقرروا ان هم كده، وفي 20% مش فارقه معاهم، يعني انا ممكن يجي لي بانيك اتاك وام فاين. طيب هو ازاي اللي بتتفرج او بيتفرج علينا دلوقتي يقرر هو من انهي، هو من انهي 20 او 60، هو من انهي على حسب طريقه افوارته مع الموضوع، مش على عدد تكرار معين؟ لا ما هو ممكن يتكرر كل يوم بس مش مديله حجم اهميه كتير. اوكي لا انا عايزه اكمل على سؤال ياسمين بس هساله بطريقه تانية. احنا عندنا مشكله ان احنا اصلا ما بنفهمش مشاعرنا ولا بنعرف نفسرها ولا نفرق ما بينها، يعني انا هل انا عندي بانيك اتاك ولا هل انا مكتئبه ولا هل انا عادي وهتعدي، انا فعلا كونفيوزد وببقى مش فاهمه ومتهيألي ناس كتير كده، فازاي افرق حقيقي واعرف مشاعري ايه عشان اقدر بقى احلها زي ما انا زي ما قلت في الاول خالص، هو على السكيل لو انا ماينس 10 عالي جدا والدنيا جدا وحشه جدا، فيزيولوجي بتاع جسمي الفيزيولوجي بتاع جسمي هتتغير، لكن لو انا متضايق ستريسد worried الفيسيولوجي بتاع الجسم مش هتتغير. It's all about the physiology. يعني ايه physiology؟ يعني كميه الادرينالين اللي بيخش وبيعلي ماده اسمها كورتيزول في الجسم بس بتاعك. ردود افعالنا للحاجه مختلفه، يعني ممكن حد رد فعله يبقى بارد جدا، حد تاني رد فعله يبقى اون فاير نار. لا بس تديني البانيك اتاك بيتعرف بس انا بتكلم تلجت وفي عرق وفي جلد الاثنين. لا انا بتكلم انترنال مش اكسترنال، عشان كده الموضوع عامل لي لخبطه، انا عمري ما فهمت البانيك اتاك ليه اعراضه. اوكي من اهم عرض انا بتكلم عليكي انت بتعرقي، انت بتفينت، انت بتحسي مش قادر تاخدي نفسك، كل ده ريليتد للبانيك اتاك بس ده انترنال. الاكسترنال دي قصه ثانيه خالص ولا يصحبها بانيك اتاك، دي نفسنا. فمش يعني ممكن في حلقه ثانيه اتكلم على حاجه اسمها دي بقى حاجه مش الايموشن انتليجنس، حاجه اسمها السوشيال انتليجنس الذكاء الاجتماعي. بس وبرده ده احنا طبعا عشان الجري الوقت بيجري منا الثلاث كلمات. الثلاث كلمات اهلا وسهلا. اهلا وسهلا خلاص. يا ايموشن يا نيجاتيف ايموشن يا انت مرحبا بيكي. اهلا وسهلا. يعني معظم الناس اللي دي حلوها لك بتحاول تطرد، انا خايف. لا مش خايف، انا راجل كبير، انا ست مرة. انا مش ده مش انكار، ده انكار وده المصيبه الكبيره. اول ما بتقولي في برنامج علاج الادمان اول ستيب تقول لازم تقول فيربلي وتكتب انا مدمن، ده نص العلاج. فاول حاجه خالص اهلا وسهلا، لو انا خايف اعترف ان انا خايف، انا قلقان، انا فعلا قلقان، ادي اهلا وسهلا، دي كوميونيكيت مع الايموشنز. لا تطرد الايموشنز، خير احكي لي، فضفض بقى، اتكلم بقى، خايف ليه؟ وايه اللي حصل؟ واحكي لي، عارف انت بتشرب بتاكل لب وقاعد بقى اتكلم مع نفسي ولا اكتب ورقه وقلم؟ من احسن حاجات في الدنيا ممكن تعمليها وتكتب لاحسن لكل الناس قبل ما تنام او يعني في النص كده تقعد تكتب حاجه اسمها بويزن ليتر، انا متضايق من كذا، وتقعد تشتم وتقول اللي انت عايزه فيه وفي الاخر تقطع الورقه. دي علاج نفسي، ده بيسموه بويزن ليتر، وبكل التستوستيرون اللي كان عايز يطلع في النيجاتيف اللي هو تضرب حد، التستوستيرون ده هيطلع في الكتابه او يطلع في جري او انت بتجري بتفكر في حاجه او بتتكلم مع حد دكتور نفساني او كوتش. فاهلا وسهلا، خير احكي لي، يعني تقعد تفضفض. في حاجه اسمها ايموشنال سايكولوجيكال اير، هي زي كده الازازه المليانه. لما الازازه مليانه لون اسود هل ينفع تحط فيها لون ابيض؟ it's full شايبان. So what you need to do is انت تفضي الازازه، تقعد تفضي. دي بقى كل دي خير احكي لي لحد ما طلع الامور. وفي الاخر خالص هنعمل ايه، which is رقم 3، ناوي تعمل ايه على الموضوع ده. اهم حاجه تبقى كايزن، KAIZEN، خطوات صغيره للحصول على النجاح. يعني اهم حاجه صغيره جدا كايزن، مبنيه على حاجه اسمها الانترنال لوكس اوف كنترول، او الاشياء التي استطيع ان افعلها بنفسي انا، حاجات صغيرة أستطيع أفعلها بنفسي أنا. نقولها تاني، أشياء صغيرة أنا أستطيع أفعلها بنفسي، كايزن based on internal locus of control. الناس عامة في يعني أنا مثلا internal locus of control أطلع في هذا البرنامج، external locus of control يا بلد يا ناس يا ميديا، ما تعمليش أي حاجة للمواطن علشان البوزيتيف مايند سيت. لا أنت ما علقش على شماعة الآخرين وابتدي بنفسي. نوها أنا أكلم كذا أكلمكم عايز أطلع، فده خطوة صغيرة بطلع في نص ساعة كل شهر شهرين على قد وقتي، أوكي؟ بس عملت شيء. فاهلا وسهلا، خير احكي لي هنعمل ايه، which is انا هعمل ايه، مبني على انا هعمل ايه. مش هستنى لما اروح للدكتور، مش هستنى لما جوزي يجيب لي، مش هستنى، مش انا شخصيا هنزل، انا اقدر انزل، مش هستنى لما اشترك في الجيم ب 7000 10000 جنيه، لا انا هنزل امشي، انا هقرا كتاب معين، انا هتفرج على فيديو 3 دقائق، انا it's all about what can I do.
هما الثلاث كلمات، ما تقولش الايموشنز لا انت وحشه، انت يعني زي يقولوا حضنها كده او كوميونيكيت معاها، اهلا وسهلا احكي لي، قولي بقى انت متضايقه ليه، انت عصبيه ليه، انت مش عارف ايه، كذا 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 كذا، وهنعمل ايه. هذا التكنيك اهلا وسهلا خير احكي لي هنعمل ايه، يمشي عشان خاطرك بقى، يمشي انترنالي ان اكسترنالي، يمشي مع زميل، مع زوجك، مع بنتك، مع زمايلك، متضايق واطفال مش عارف ايه، اهلا وسهلا انا متضايق، اه فعلا عندك حق متضايق مش عارف ايه، خير احكي لي، فضي الكوبايه الازازه كلها لحد اخر قطره، وبعد كده هنعمل ايه، ناوي تعمل ايه، انت شخصيا تعمل ايه. هما دول الثلاث كلمات ياسر، هما دول ملخص للطريق. ف وذير فيري ايزي، يعني ما هماش حاجه صعبه قوي ان الواحد يبتدي يمرن نفسه كل حاجه من الحاجات اللي بنتكلم عليها في اللايف كوتشنج، هي تمرين للنفس على فكره، ان انا اتعود على طريقه تانية في التعامل مع المشاكل، اتعود على طريقه تانية في فهم نفسي وكده. وطبعا احنا كل ما بيجي ياسر بنحب نستزيد ونزيد، شرفتنا، ونتمنى ان احنا نتقابل قريب على السوشيال انتليجنس. شوف ان شاء الله نخرج فاصل سريع ونرجع لكم تاني.